اهلا ومرحبا بكم احبتي مشاهدي قناه اشور الفضائيه، وتحياتي الى جميع الاصدقاء اللي دراسوني عن طريق ايميل البرنامج فكر واربح @yahoo.com. وصلنا الى سؤالي الحلقه لهذا اليوم. السؤال الاول: من هو مخترع الطائره؟ والسؤال الثاني: من هو مخترع الخلاط الكهربائي؟ تعالوا معي لتتعرفوا على الاجابات الصحيحه من منطقه شارع الصناعة. من هو مخترع الطائرة؟ ما أعرف. ما معنى اللقطة؟ اللقطة؟ اي والله ما أعرف. من هو مخترع الخلاط الكهربائي؟ جوال الشكرتي. مربية وامشي وياك، مربية وينك؟ صحرا وإلك أشتاق أروب حنينك، مريت ظن القاتش شو ما لقيتك، مثل السراب وراح شو ما دريتك. لا مو سراب وراح، ما يانا صافي، وشربني لو عطشان شرب العوافي. مرات طبع الماي ما يروى عطشان، يم النهر مشتور بس هو ذبلان. ذبلان ليش تقول؟ مو هذا غصنك. أخضر حلو شفاف عاجبني حسنك، أخضر حلو شفاف قوة علي. واحد ذب نفسه من العمارة هيك على راسه، ليش؟ أريد يعرف مسقط راسه وين. ماذا سمي نوح بهذا الاسم؟ تعذرني. من ربك ما أعرف. سكسوكة ماكو. ما ابو كل انسان من يجي للدنيا يصير الاسم، نوح اجى للدنيا انطوا هذا الاسم. لماذا سمي نوح بهذا الاسم؟ لان بكى هوايه، ناح هوايه، ناح لكثر نوحي على قومه. اي لان ناح هوايه بكى هوايه يعني سمو نوح. اي عمي مبروش لك الكارت. من اخترع الطائره؟ ابو حنة. ابو مارك تحياتي لك وشكرا جزيلا على المشاركه. شو لك يا رحم الله والديك. بديت ما عرفت شلون بدواي، مريض وحارة العربان بدواي. كان انت صحيح استاذ بدواي، ترى دواي هنا محرم عليها. سأل عادي سؤال الحلقة: من هو مخترع الخلاط الكهربائي؟ هاملتون. ايه هو هاملتون. ايه مبروش لك $50. كلمة أخيرة تحب توجه لها فكر واربح وقناة أشور الفضائي. صراحة برنامج مالتك أنت كلش حلو أستاذ علي، مو قدامك يعني، ومو يعني برنامج كنا هسه ربحنا بيه $50 صدفة يعني بغير ميعاد يعني، بس برنامج مالك حلو، أسئلتك حلوة، بالإضافة إلى ذلك الجانب الفكاهي اللي بيها مينا كلش حلو، وأنا أتمنى لك الموفقية إن شاء الله بهذا البرنامج دائما. شكرا. أشكرك أستاذ علي. شكرا أخو أستاذ عادل. رحم الله والديك. عرفنا اسمك. عدنان، المهندس عدنان. مهندس عدنان، أهلا وسهلا. محافظ أغنية شعير شيء؟ كل شيء. ولا شوية. يا بط يا بط اسبح بالشط، قل للسمكة أتت الشبكة، ميلي عنها تنجي منها وعلى الجوفي خوفي خوفي. ما معنى عظم النساء؟ اعذرني. ما معنى عظم النساء؟ شنو عظم النساء؟ ما سامع بها بالهدايا أبدا. ما معنى عظم النساء؟ تقول شنو؟ منع الزواج. عظم النساء هو منعهن من الزواج. أنت شو تقول؟ جبرن على الزواج. وحيدر أجاب على سؤال جواب صندحيح، ونقول لك مبروش لك الكارت وتهانينا. من هو مخترع الطائرة؟ والله ما أعرفه. ما معنى التكنيك؟ تكنيك؟ إيه تكنيك، يعني شو تقول؟ ترتيب مثلا. أول مضاد حيوي تم اكتشافه شنو هو؟ يلا ثلاثتكم من يجاوب؟ الاكسجين. تقول ساعة الصودا عليك. انت كدهر لو خذ لك معلمه. ايه هم راتب. ايه وهم حلاوه وهم ابنك تعلمه. لك حنيت مثل الماي. ايه للورده بسواقيها. ايه وكلمه بقلبه صارت وسنت، وعن الناس خافيها. ايه احبك واليعب مو عيب. ايه بس لكن اخجل احكيها. لانك بالتزامك مو من اهلك، أخاف الشيل ذنبي. مو من أهلك منو بقدي يحبك، مو من أهلك منو بقدي يحبك من عشرتك. وتمنى يصير أصبع من عشرتك، وأنا شذيت خايب من عشرتك، أعد بسنين عشرتنا وهجروح، وأحس ويا النفس يطلع وهجروح. أخيرا قلت لي ودعني وهج روح، أروح وين ما أقدر هو أنت، وأنا الماهان من أجلك هو أنت اللي بدنياي شي واحد هو انت، وحرت بين انتركته وانتبعته، انا الونيت والون وانتبعته، ما باعك حبيبك وانتبعته، والواو واحد انا والسين سر الهنا، والالف ابقى وفي لو ميم
مرني الغنى واسمك يظل شاعري وحبك يظل الغنى واصحابي من نسمعوا قالوا لي الغي انا وما عرفوا بنظرتش تحياتي للعزيزه الغاليه وما عرفوا بنظرتش تبقى تشع لا هبه لا هي نزوه عشق هبه هوى ولا هبه ولو خيروني العمر ما اريده بس لا هبه وسبحان خالق شخص كل الحسن جامعه وين القى انا ترف لو اقلب الجامعه العقل بيها انشده قلوا لي شي جمعه وبثوبي دق الوقت يا ناس بسماره شوفني شهده وضقت يا اخوتي بس مره خلي نتقابل سوا ويسمعني بس مره ونشوف ثوب الحزن بس راهم علي استقبلوا سم الشين عمي سم الشين قال لك فديوم عراقي ولبناني يمشون بالشارع اثنينهم دايخين واحد ضرب الاخ قال له ايش بيك دايخ اللبناني قال للعراقي قال له والله تاهت مرته ودور عليها العراقي قال للبناني قال له انت ايش بيك دايخ قال له والله تاهت مرته ودور عليها العراقي ايش قال للبناني قال له مرتك ايش لابسه قال له بطرون كلاسيك وبدو فوق الصره وشعرها اصفر قال له امشي خلينا ندور على مرتك قال له لا مرتك اتولى خلينا ندور على مرتك حلو اكو واحد يدعو في وحده بس جاوبها قلت جابرك على القهر وش وقت بيه اندار عوفينا اريح الك وخلي المضي تذكار هي ايش قلت له شلون انسى وياه اللي ينسيني ولا انا ارضى البعد ولا روحي تنطيني جيبش ما عندك صبر بلكت يسليني وهاك يخذ كل دمعتي هو شبقه بعيني واسفع على ذاك التعب ما ترجع سنيني عبالي توفي صدق هو بحب توافيني مش مدرين بعد الوفا بهجرك تجازيني حلو عمي حلو عندنا حزورة جماعة كلها يصنتون عليها اكو غنام واقف عالشط غنام واقف عالشط عده طلي وعده ذيب وعده باقة جد الشول راح يعبرهم والبلم يعبر بس واحد هم يتلابع ذيب وجد والطلي وطلي لا تعبرهم كل واحد تعبيره واحده مو شلون تعبرهم على بلم واحد 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 ما نعرف واحد واحد تعبر تاخذ الذيب تودي الطلي راح ياكل الجت ياكل الجت عافية عليك مري ياكل الجت عافية عليك تاخذ الطلي تودي ترجع نعم تاخذ الجت تاخذ الجت تودي ترجع الطلي وياك تاخذ النوب الذيب تودي يم الجت ترجع تاخذ الطلي ذب هناك اكو واحد يكره مرته واحد يكره مرته فقالها لو سوي لي اكله عشاء وتحطي لي بيه 10 كيلوات ملح لو اطلقك بحيث الاكل ما يصير مالح هاي حلو 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 يعني تخليها بكيس 10 كيلوات ملح بحيث ما يذوبن بالاكل حلو صندحي فد يوم بشمال الوطن انا كردي فد يوم بشمال الوطن قاعد وصافي لوحدي ضايج هوايه من الدهر والدهر صاير ضدي لنريم من يمي يمر لابس ملابس كردي ومش شفت لسان العقد بعين الغزل حاكيته قلت له حياه مدانشم اهلا وسهلا سرشاو ازقيك من ماي القلب لو تطلب شويه او لك جوني بخير زاوكم بتزاغ الحدود الفاو سقمونا عمي سقمونا حلو حلو عشيدك حلو اذا مشاهدينا الكرام هكذا انتهت حلقه اليوم من البرنامج فكر واربح واكيد صورنا في منطقه شارع الصناعه تحياتي الى منطقه شارع الصناعه وتحياتي الى جميع الاصدقاء اللي يراسلوني عن طريق اميل البرنامج فكر واربح @yahoo.com واللي يحب ان يراسلني عن طريق اميل الفيسبوك بس يكتب علي الدلوي بالعربي او علي الدلوي بالانجليزي راح اطلع له مباشره اقول له بربر شاطر اعظم ساحر اكيد اتمنى ما اكون ضيف ثقيل على حضراتكم واستمتعتم معي في هذه الحلقه الجميله واكيد جميله باهله وناسه منطقه شارع الصناعه كلكم مع السلامه باي باي, باي, باي.